زيد وزوج. عاود لي قدامي. اللهم صل على رسول الله. اللهم صل على رسول الله. راني زوج بنتي سلمى. أنا جوز بنتي سلمى. لوليدك. لوليدك. فاروق. فاروق. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. راني زوج بنتي سلمى. أنا جوز بنتي سلمى. لوليدك فاروق. لوليدك فاروق. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. إن شاء الله الصداق. الله يرحمه. مش حد. الصداق حد. 2000 2000 و. صور لي فوق. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. يمرون بمعاشره النساء بالمعروف فيقول وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ايها المسلمون الافاضل، الله سبحانه وتعالى يريد منا ان نعيش بالاسلام، والاسلام قبل زواجنا واثناء خطبتنا وفي حياتنا الزوجيه، فلا نفاق ولا تخاذل ولا غش ولا تضار بما لا وجود له في حياتنا. يأمرنا الإسلام بخطبة المرأة التي تم اختيارها من أهلها، ولا بأس من زيارتها بثانية وأخرى ما دامت النية صادقة والقصد نبيلا، وأن يكون معهما أحد محارمهما، فلا يجوز له أن يختل بها وحدها ولا في دارها بأي حال من الأحوال. والله تبارك وتعالى يقول ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والله جعل لكم من أنفسكم